السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نقدم موقع خاص بربح الساتوشي، وكما تلاحظ فالموقع اسمه اد بي تي سي. الموقع لا أدري هذه اللغة، أظن أنها لغة روسية، يعني الموقع باللغة الروسية. يجب أولا تثبيت إضافة الخاصة بجوجل أو الموجودة في جوجل، يعني الخاصة بالترجمة، حتى تتمكن من فهم الموقع. نقوم أولا كما قلت بالترجمة. إذا كما تلاحظ، يعني بعد الترجمة الخاصة بجوجل نأتي ونضغط هنا على هذه الأيقونة الصفراء والخاصة الأيقونة السوداء والخاصة بالتسجيل. نضغط على sync up. إذا هنا التسجيل كذلك سهل في هذا الموقع، يعني لا يحتاج إلى أشياء أخرى، فقط تقوم بوضع الإيميل هنا في الخانة الأولى. هنا الإيميل الخاص بك يجب أن يكون صحيح هنا في الخانة الأولى. طبعا في الثانية هنا نكتب رابط المحفظة. رابط المحفظة، أنا قمت باستعمال محفظة إكزابو، أنت استعمل أي محفظة أخرى، المهم أنا استعملت إكزابو وتم السحب عليها بسرعة. هنا تأتي وتكتب هنا كلمة سر، اختار أي كلمة سر، بعدها تضغط على هنا على تو بيجان، تضغط عليها من أجل التسجيل. بعد ما تقوم بالتسجيل في الموقع تذهب إلى الإيميل الخاص بك، وإن وجدت رابط الخاص بالتفعيل في الموقع فما عليك إلا بالضغط عليه من أجل التفعيل. لم أتذكر ذلك لأني أعمل في مواقع كثيرة وفي الكثير من الأحيان لا أتذكر. المهم بعد التفعيل تأتي وتضغط هنا على الأيقونة الصفراء الخاصة بتسجيل الدخول. دائما أقول دائما الترجمة الخاصة بجوجل هي التي تساعدك كثيرا. إذا هنا في الخانة الأولى تكتب الإيميل الخاص بك الذي تسجلت به، في الخانة الثانية تكتب كلمة السر التي تسجلت بها طبعا، ثم هنا تضغط على خانة أنا لست روبوت، يعني المشهورات أحيانا تظهر هكذا بسرعة وأحيانا تعطيك أشكال أو سكنات أو سيارات تختار منها ما تشاء. بعدها تضغط على لوغان وتدخل إلى الموقع. إذا سأقوم بالكتابة. إذا هذه هي واجهة الموقع. للإشارة فقد سحبت 10,000 ساتوشي من الموقع، سأريك الدفع فيما بعد. إذا عندما تظهر لك هذه الصفحة، أول شيء هو الضغط على هذه الأيقونة هنا الأولى ستار ميكينج بيتكوين. نضغط على هذه الأيقونة الأولى حتى نتمكن من رؤية المواقع الخاصة بالربح. نضغط هنا على ستار ميكينج، ثم نضغط على كذلك أنا لست روبوت، ثم ارسال. تابع الخطوات بسهولة، يمكنك اذا تابعت الخطوات بسهولة يمكنك حتى الدخول الموقع والعمل فيه وهو باللغة الروسية، يعني حتى ولو كان باللغة الروسية وتعمل اذا تابعت الخطوات بدقة، واذا اردت فقم بالترجمة فذلك افضل. اذا كما تلاحظ هنا يعطينا كم موقع وكم موقع سنضغط عليه وكم سنربح من الساتوشي، وكل موقع يعطينا ساتوشي. هناك من يعطينا 100 ساتوشي، هناك 60، هناك 40. إذا كما تلاحظ هنا بقي 74 موقع. لقد قمت بالعمل من قبل، هو يعطيك حوالي 195 موقع تضغط عليه وبكل سهولة. طبعا إذا كما قلت هنا مثلا باقي 74 موقع، في هذه ال 74 ستجمع 1400 ساتوشي، 1400 ساتوشي 83. هنا يعطيك البري، يعطيك هذا الموقع، هذا الموقع الأول الذي سنضغط عليه سيعطينا 84 ساتوشي في ظرف دقيقة واحدة، 30 ثانية في ظرف دقيقة تأخذ 84 ساتوشي. وكما قلت الموقع مجرب من طرفي وقمت بالسحب عليه والسحب عليه. إذا للعمل في الموقع عفوا نضغط هنا على هذه الأيقونة الصفراء بوست، نضغط على بوست، سيظهر لنا صفحة الموقع في صفحة ثانية كما تلاحظ، هذه الصفحة الخاصة بالموقع. أنت عد إلى الموقع هكذا، يعني نضغط هنا على أيقونة الموقع ونبقى
هكذا نبقى ننتظر هذه الثواني كما تلاحظ هنا العداد، العداد يعد، تنتظر هذه الثواني إلى أن تنتهي ويظهر لك ربحك من الساتوشي، فتنزع الموقع وتبدأ في موقع آخر. والموقع كما قلت صادق 100% كما تلاحظ، يعني 84 ساتوشي في ظرف دقيقة، شيء جميل، أفضل من الكثير من المواقع. إذا أنت انظر فقط هنا إلى عدد ثواني، لاحظ عندما ينتهي عدد ثواني أنت لاحظ هنا 84 ساتوشي. تنزع الموقع الأول. إذا لم يكن ليعمل هذا، لا أدري لماذا وقع هذا. إذا لاحظ معي تظهر لك الخانة هنا بوست، هذه الصفراء هي التي تضغط عليها حتى تزور المواقع. كما تلاحظ هنا 70 ساتوشي في ظرف 15 ثانية، يعني شيء ولا أروع، تجمع ساتوشي بسرعة. إذا هنا تعود إلى الموقع، تنتظر هذه الثواني تعود، عندما تنتهي سيظهر لك الساتوشي هنا في هذه الخانة هنا في الأعلى، سنلاحظها طبعا. لاحظ معي هنا 70 ساتوشي. ننزع الموقع ونضغط كذا، إذا لاحظ نضغط كذا يكون على بوست، 70 ساتوشي في 30 ثانية هكذا. هنا إذا أردت يعني مشاهدة الموقع إذا أعجبك مثلا وأردت التسجيل فيه في المواقع التي يعرضها فلا بأس، إذا لم تريد فتأتي هنا إلى الصفحة الرئيسية للموقع وتنتظر فقط هذه الثواني، دائما تنتظر هذه الثواني. شيء بسيط وتربح ساتوشي لمن أراد، فهنا كما قلت إذا لاحظ هنا 70 ساتوشي دائما هكذا. تنزع الصفحة الأولى التي قام بها وتضغط هنا كذلك على بوست وهكذا. لاحظ رصيدي هنا 2314 ساتوشي، دائما تضغط هنا الموقع يعطيك هذا 63 ساتوشي في 15 ثانية، وبعض المواقع لا أدري يعني يعطيك أقل ساتوشي، يعطيك أقل ساتوشي في ظرف يعني ربع ساعة ساعة ساعتين. عملت في كثير من المواقع، هذا موقع جميل ورائع يعطيك كثير من الساتوشي، لاحظ يعني بسرعة 63 ساتوشي 100، يعني سرعة. فقط تقوم بالضغط على هذه الأيقونة بوست، دائما تضغط على هذه الأيقونة بوست. إذا لاحظ لقد زرنا ثلاث مواقع وباقي الآن ساتوشي 1210 ساتوشي، قلنا هذا الرصيد الخاص بنا. إذا كما قلت تتابع فقط هكذا. هنا الويدرا، في حال أردت السحب تضغط على ويدرا، إذا كما تلاحظ هنا بيمو ديتاي، في حال أردت يعني رؤية السحب الذي قمت به، لاحظ معي هنا 10751، هذا الذي قمت بسحبه، يعني الساتوشي الذي قمت بسحبه 10751 هو أمامك. لاحظ سنذهب إلى الجيميل، إذا لاحظ هنا في إكزابو، لاحظ هاتي إكزابو، ولاحظ هنا كم أرسل لي 10751 كما تلاحظ 10751 تم إرسالها إلى إكزابو، الأمر واضح تماما. إذا هذا بالنسبة للسحب كما تلاحظ صدق الموقع. هنا في حال أردت يعني تغيير المحفظة، هنا السيرف ويب سيت، إذا أردت يعني زيارة المواقع، يعني زيارة المواقع التي قمنا برؤيتها من قبل. إذا هنا في الأوتو سيرف، هنا في حال أردت إضافة الموقع الخاص بك يجب أن يكون لديك ساتوشي في الموقع. كما تلاحظ لدي 2377 ساتوشي، في حال أردت يعني استعمالها في موقع خاص بي لجلب الزيارة إليه أضغط هنا على لاست أديتي، ثم هنا أضع الرابط، رابط الموقع الخاص بي، وهنا أحدد السعر، عفوا أحدد الثواني، يعني 15 ثانية 30 ثانية 45، هنا يكون التحديد حسب مواقع الإعلانات. إذا كان موقعك فيه إعلانات فيمكن هناك يعني بعض المواقع تنتظر حتى 30 ثانية أو 45 ثانية، أما إذا لم يكن لديك يعني أي إعلانات، أي موقع إعلانات على أي إعلانات لأي موقع على موقعك، يمكنك استعمال 15 ثانية فقط حتى تقوم بالتخفيض في أليكسا،
هنا تحدد يعني السعر الذي تريد إعطاه، يعني كم ساتوشي، 30 ساتوشي، 15 ساتوشي، كما تريد. ثم تضع هنا على هذه العلامة، ثم هذه العلامة هنا كذلك، أنا لست روبوت. ثم تضغط على لانش. إذن في الخانة هنا يعني في حال أردت رؤية السحوبات التي تمت في الموقع، وهنا في الترانزاكسيون هنا المدفوعات التي تم إرسالها. تقريبا هذا ما في الموقع، ما عليك إلا بالضغط على سيرفينج ويب سيت وتبدأ العمل كما تلاحظ، يعني أمر بسيط فقط. كما تلاحظ هنا يعني 56 ساتوشي في 15 ثانية، يعني شيء لا يصدق. عندما تصل إلى 10,000 ساتوشي يمكنك سحبها في لحظات. طبعا هذا ما في الموقع، يعني أعمل يوميا وسوف تجمع الكثير من الساتوشي إن شاء الله. هذا وبالتوفيق للجميع إن شاء الله.